اللعب زاد في لعبة إبليس، يعني هو عجبه اللعبة، لعبة الحاوي والساحر، فخدت مساحات كتيرة، كان من الممكن يعني اختصارها شوية. إنما يوسف قادر يصمد كل هذه السنوات كبطل، ودي في حد ذاتها تعتبر يعني إيه نجاح، صمد كل هذه السنوات وفتح مجال بقى كل الشباب اللي جم بعده. جزء من وجودهم إن يوسف كان موجود، لأنه يوسف مش ما هوش نجم سينمائي، هم جزء كبير منهم نجوم سينما، والنجاح السينما زي محمد رمضان مثلا السنه اللي فاتت بيديهم جرأه على دخول التلفزيون، يوسف لا، يوسف محقق نجاح في الحته دي وقادر يحافظ عليه، حتى لو كان السنه دي مش في افضل حالاته في لعبه ابليس، لكن محافظ على وجوده.